مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة 27%، وسرعة الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة أسرع. أنتقل الآن تفاصيل حال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تبقى المملكة تتأثر بموجة حارة، وبالتالي الأجواء ستكون شديدة الحرارة. إربد تسجل 39 إلى 27، المفرق 38 إلى 25، جرش 36 إلى 28، عجلون 36 إلى 27. المنطقة الوسطى مأدبة 37 إلى 28، البلقاء 38 إلى 31، العاصمة عمان 35 إلى 27، الزرقاء 37 إلى 27، البحر الميت طقس حار جدا 44 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، والدنيا تسجل 33 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية تبقى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون فرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في كل من الشوبك ومعان والعقبة. الشوبك تسجل 33 إلى 24، معان 33 إلى 22، العقبة 40 درجة مئوية إلى 31، الطفيلة 36 إلى 25، الكرك 34 إلى 24. المنطقة الشرقية الأزرق تقارب درجات الحرارة 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28، الصفاوي رياح نشطة وأتربة مثارة 38 إلى 23، نفس الشيء في أرويشد مع 37 إلى 22 درجة مئوية. إلى اللقاء.